تحية طيبة لكل من يتابعني، وياكم عباس علي. إذا أنت جديد على القناة لا تنسى تضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وسوي لايك وأيضا مشاركة لأصدقائك، وخليكم ويا الفيديو. السلام عليكم. طبعا البارحة نشرت لكم فيديو عن التعيينات اللي أطلقتها وزارة العمل على ملاكاتها، فهواي اجتني تعليقات وأسئلة عن يعني شنو الشروط وشنو الاختصاصات المطلوبة. فبهذا الفيديو راح أوضح لكم أول شيء بشكل سريع الشروط، لأن أنا وضحتها بذاك الفيديو، وبنهاية الفيديو أيضا راح أوضح لكم الاختصاصات المطلوبة. فأول شرط أن يكون عراقي الجنسية. اثنين، أن يكون قد أكمل سن 18 سنة ولا يتجاوز عمره أكثر من 45 سنة. ثلاثة، يشترط أن تكون الشهادة الدراسية للمتقدم للتعيين معترفا بها من الجهات الرسمية المختصة. أربعة، أن لا يكون محكوما بجناية مخلة بالشرف أو بقضايا الفساد المالي والإداري، وأن لا يكون معزولا من الوظيفة من إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بالوزارة. خمسة، أن يجتاز الفحص الطبي ويكون مؤهلا نفسيا وبدنيا للوظيفة المتقدم إليها. وسادسا وأخيرا، تخضع الوثائق والمستمسكات كافة لصحة الصدور من جهة الإصدار. طبعا يقول هاي فرصة قدموا عليها نساء ورجال، حتى لو عندك شهادة ابتدائية مو مشكلة يصير انه تقدم. هسه يجي واحد يقول لي رابط ما يفتح. اي حبيبي، طبعا ما يفتح فقط اثناء دوام الرسمي فقط. الدوام الرسمي شو وقت؟ مثل ما تشوفون الدوام الرسمي يكون من الساعة الثامنة، من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية بعد الظهر. قبل الثمانية ما ينفتح الرابط، بعد الثنتين الظهر ما ينفتح الرابط، فتقدم اثناء الدوام الرسمي. هسه خلينا نجي للاختصاصات. طبعا الاختصاصات هي اولا يقرأ ويكتب، يعني اذا انت تقرأ وتكتب تقدر تقدم على هذه التعيينات. اثنين، محصل على شهادة الابتدائية، يعني سادس ابتدائي مو اول وثاني، سادس ابتدائي محصل الشهادة. ثالث اختصاص انه محصل شهادة المتوسطة، يعني ثالث متوسط. ورابعا محصل شهادة السادس اعدادي. خامسا معهد اختصاصات. وسادسا بكالوريوس. بشنو؟ بكالوريوس قانون او ادارة او هندسة او اداب او اعلام او علوم او علوم سياسية. هذه هي الاختصاصات المطلوبة. وايضا انت من تدخل للرابط، راح اترك لكم الرابط بالوصف، شو وقت تدخل؟ تعال يعني باكر الصبح الساعة بثمانية، من ثمانية لثنتين الظهر. الرابط تلقيه بالوصف مال هذا الفيديو. تدخل ايضا راح تلقى الاختصاصات، تلقى هواية معلومات تفيدك. فتدخل من الصبح، من 8 الصبح لـ2 الظهر تقدر تقدم. هذا كان توضيحنا. اي شيء تحبون اوضح لكم كتبوا لي بالتعليقات، او ايضا البرامج مال التواصل الاجتماعي ايضا راح اترك لكم روابطها، قناة التليجرام انشر بها جميع الاخبار. وبس شباب، نشوفكم بالفيديو الجاي في امان الله.